كانت في مأدبة للرحمن معمولة في بولاق، أهالينا الطيبين الحقيقة عملوها. صحيح إن هم يعني خدوا عقوبتهم، بس البعض بيقول لك إن في حاجات جايالي إن ما زالوا يعني على يعني في 4 أيام ما روحوش. هو حضرتك، انا بقول لحضرتك ان شاء الله تعالى، انا كنت لسه متواصل انا ان شاء الله تعالى، وهو كان حصل موقف عارض اخر ان الناس اتجمعت صلوا مع بعضهم في عدد كبير جدا برضه داخل بولاق الدكرور، مما النهارده اربك المشهد الامني ان ازاي التطبيق بيتم، وهذا لا يجوز ابدا يعني على الاطلاق. الناس الدوله على فكره ما بتمنعش حد النهارده لعمل اجرامي، كل الهدف الحفاظ على صحه المصريين، كل الهدف الحفاظ يعني بالفعل على الالتزام بالمعايير. ولكن عايز اقول لحضرتك حاجه، انا لسه متواصل واعلنوا تماما ان شاء الله تعالى ان الصبح الناس دي هتروح بيوتها وما فيش اي مشاكل، وقد يكون اليوم ان شاء الله تعالى لان لغايه ما ينتهي تطبيق الحظر، لان كل المباحث في الشارع، وانا موجود النهارده على فكره عشان اقدر اوفر الاجراءات للصرف الصحي يشتغل. فعشان كده لما تواصلت مع السيد رئيس المباحث المحترم وتواصلت مع يعني مدير مباحث الجيزه، الناس كلها اعلنت تماما ان الناس خلاص اجراءاتها تنتهي. ولكن هو كان في فحص، هل المؤدبه دي هل كان فيها يد النهارده ساعدت الناس على عمل حاجه غير كده، ولا اتعملت بطريقه من غير ما حد يدرك؟ وعرفت المباحث تماما ان الامر خرج عفويا والملف هينتهي ان شاء الله تعالى النهارده او صباحا باكر، والناس دي هترجع لبيوتها باذن الله تعالى. ونطمن المصريين ان الكلام ده اللي بيحصل الهدف منه الاساسي الحفاظ على صحه المواطن المصري، وليس خلق يعني اي نوع من التعسف تجاه المواطن. ان شاء الله تعالى الناس كلها هتروح بيوتها النهارده او اقصى تقدير بكره صباحا ان شاء الله تعالى. اشكرك شكرا جزيلا النائب المحترم محمد اسماعيل النائب عن دائره بولاق، شكرا جزيلا. انا بس قبل ما اطلع فاصل مهم قوي، وزاره الداخليه بتقول انضبطت 3